الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا بنبيه عليه الصلاة والسلام. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن نبدأ معكم في برنامجكم الجديد مجالس الخيرات. ما معنى مجالس الخيرات؟ مجالس الخيرات هي مجالس الخير والرحمة والبركة، مجالس النور ومجالس النور والهدى، مجالس يحبها الله ورسوله، يحبها الصالحون من عباد الله. لماذا؟ لأن هذه المجالس فيها ما فيها من الخير والرحمة والبركة، بها تعرف أمور الحلال والحرام، بها يستنير الطريق للإنسان. بهذه المجالس الإنسان يعرف ما يجب عليه وما يستحيل عليه، فيعرف الحلال فيأتيه ويعرف الحرام فيجتنبه. كل ذلك يأتي بالعلم، وللعلم أهمية عظيمة، أهمية بالغة. يكفي العلم فخرا أن الله سبحانه وتعالى ما أمر نبيه في القرآن الكريم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. ويكفي العلم فخرا وشرفا أن هناك نوعا من الملائكة وظيفتهم أنهم سياحين في الطرقات، يمشون في الطرقات يتتبعون حلق العلم ومجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه علم، فإذا وجدوا مجلسا فيه علم نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى ما تقصدون، هلموا إلى ما تريدون. فينادي بعضهم بعضا حتى يحفونهم بأجنحتهم ما بين حتى يملأوا ما بينهم من الأرض إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم. والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما السؤال لبيان فضل أولئك. فيسألهم ربهم وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك. فيقول: ماذا يسألونني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. قال: ومما يستعيذون بي؟ فيقولون: يستعيذون بك من نارك. فالله يوحي إلى الملائكة: يا ملائكتي أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا، وأعذتهم مما استعاذوا منه، وأني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، إن فيهم عبدك فلان، هو ما قصد المجلس، هو ما جاء إلى المجلس خصيصا من أجل حضور هذا المجلس، وإنما كانت له حاجة فمر بهم فجلس معهم. فالله يوحي إلى الملائكة: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمجالس الخيرات هي مجالس سنشرح فيها بإذن الله تبارك وتعالى كثيرا من الأمور التي يحتاج إليها كل مسلم في حياته من أمور الحلال والحرام والرد على بعض الشبهات ونحو ذلك. ويكفي العلم فخرا وشرفا أن الحيتان في البحر، يعني السمك والطيور والحجر والشجر والمضر، ليصلون على معلم الناس الخير، يعني يدعون له بالخير، يدعون له بالخير ويستغفرون له. فأي فضل أعظم من ذلك؟
كيف لا؟ أول آيات نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فورد في تفسيرها عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير، ما يجب من أمور الحلال وما يجب من أمور الحرام ونحو ذلك. وليعلم أيها الأحبة أن الواحد منا ينبغي عليه ألا يتجرأ على الفتوى بغير علم، ينبغي عليه ألا يتجرأ على الفتوى بغير علم. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. وورد في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أخطأ ولو أصاب، من قال في القرآن برأيه أخطأ ولو أصاب. كيف أخطأ ولو أصاب؟ أخطأ لتجرؤه على الفتوى بغير علم، لأنه كان من المحتمل أن تكون فتواه وأن يكون كلامه غير صحيح. فهو أخطأ لتجرؤه، لأنه تجرأ على الفتوى بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. فالواحد منا ينبغي عليه أن ينتبه وأن يحفظ لسانه، خاصة من إطلاق كثير من الأحكام. اليوم كثير من الناس يعني نراهم يقولون: هذا حلال، هذا حرام، هذا كذا، هذا كذا، هذا واجب، هذا كذا. ينبغي أن ننتبه، فلا نستعمل هذه الألفاظ إلا في مكانها، وإلا في الموضع الذي تقال فيه. فلا نقول عن شيء هو حرام لا نقول عنه حلال، ولا نقول عن شيء حلال هو حرام. الحلال حلال والحرام حرام. فالواحد منا لا يتجرأ على الفتوى بغير علم، بل الإنسان عليه أن يحفظ لسانه عليه أن يحفظ لسانه، كما قال بعضهم: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين وأخبر في الحديث الذي روي عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، لا يرى بها بأسا، لا يظنها ضارة له. النبي قال: يهوي بها في النار 70 خريفا، أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهذا خاص بالكافرين. يعني هو الكلمة التي قالها النبي حكم على قائلها بدخول النار، ومع ذلك قال: لا يرى بها بأسا، يعني لا يظنها ضارة له، فضلا عن أن يكون عليه ذنبا بسببها، ومع ذلك النبي حكم على قائلها بدخول النار. فالإنسان يحذر هذا اللسان، جرمه صغير، يعني حجمه صغير، ولكن جرمه كبير، مصيبته عظيمة. والكلمة في الإسلام لها منزلتها، والكلمة في الإسلام لها قيمتها، ليست هكذا. بعض الناس مثلا ماذا يقولون؟ يقولون: اتكلم الكلام ما لهوش جمرك ونحو ذلك. لا، الكلمة في الإسلام لها مكانتها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالواحد منا قبل أن يتكلم وقبل أن يتكلم بأي كلام، عليه أن يفكر فيه أولا، وينظر عاقبة هذا الكلام، هل هي عاقبته حسنة، عاقبته حميدة؟ فإن وجد له في الخير مسلكا فليكثر منه وليتوكل على الله، كأمر بمعروف أو نهي عن منكر ونحو ذلك مما ينفع الناس.
وإن كان لا يجد لهذه الكلمة، لا يجد لها في الخير مسلكا، لا يجد لها في الخير طريقا، فليحذرها ولا يتكلم بها. لماذا؟ لأنه سيعاقب عليها في الآخرة، لأنه سيعاقب عليها. فالإنسان يحذر، احذر لسانك أيها الإنسان، ولا يتكلم هكذا يعني على من تلقاء نفسه وكما يحلو له، وكل ما ورد عليه من كلام يتكلم به ويقول ليس عليه جمرك وليس عليه كذا. لا، الإنسان يحذر، الآخرة أمام الجميع، الآخرة أمام الجميع. فكل واحد منا يتقي الله في نفسه ويتقي الله في أهله، يتقي الله في نفسه ويتقي الله في أهله. فليحذر ولينتبه ولا يجعل نفسه عرضة لكل شر. طب كل ذلك كيف يتضح لنا؟ كيف يتبين لنا؟ يتضح لنا ويتبين لنا بالعلم. الإنسان لما يتعلم ويستطيع أن يميز. لذلك ورد في وصية سيدنا علي رضي الله عنه لتلميذه كميل بن زياد، لما قال له، أخذ بيده وخرج به إلى مكان واسع وأجلسه، ثم قال له: يا كميل، إن القلوب أوعية وخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الوعاء هو ما يحفظ ما بداخله، وخير الأوعية هو الذي يحفظ ما بداخله. فشبه له القلوب بالأوعية، قال: إن القلوب أوعية وخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، قال: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. فعالم رباني، العالم الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، يعني كما نقول يعني بلغة أهل العصر التدرج الأكاديمي ونحو ذلك، هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. لماذا؟ لأن العلم هو عبارة يعني عن شيء كالسلم، الإنسان يصعد عليه درجة فدرجة. الواحد منا في الماضي، العلماء كان إذا جاء إليهم إنسان أولا ينظرون إلى حاله، هذا الذي يريد أن يتعلم ينظر إلى حاله، فيقدم له أول شيء يقدم له الفرض العيني من علم الدين. ما معنى الفرض العيني من علم الدين؟ الفرض العيني من علم الدين هو الفرض على كل مكلف، كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصار يعني بالغا عاقلا، هذا المكلف هناك أشياء فرض عين عليه أن يتعلم هذه الأمور، فرض عين عليه، هذا يسمى علم الحال، علم الفرض العيني من علم الدين. فلما يتعلم الإنسان هذا الشيء، لما يتعلمه وينتبه، فيستطيع أن يميز وأن يدرك، يستطيع أن يميز وأن يدرك كثيرا من الأشياء. فيتعلم أول شيء في الفرض العيني من علم الدين، ينظر كيف يحفظ ما يصحح به عقيدته، يحفظ به إيمانه وإسلامه، كذلك يعرف كيف تصح طهارته. لأن كثير من الناس اليوم هو تعود، هو رأى أباه أو رأى عمه أو جده أو خاله ونحو ذلك، أو رأى الناس في المسجد يتوضؤون هكذا، وهو لا يعرف كيفية الطهارة ولا كيفية الاستنجاء ولا كيفية كذا ولا كيفية كذا، وصار يعمل تعود كما تعود الناس. لذلك النبي نبهنا فقال: رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، إلا الجوع والعطش. معناه الإنسان قد يأتي بصور الأعمال، والإنسان قد يأتي بصور الأعمال وهو لا يعرف كيف تصح هذه الأعمال، فلا يعلم ما هي فرائضها ولا أركانها ولا شروطها ولا سننها ولا مستحباتها ونحو ذلك. فهذا الإنسان كيف تصح عبادته؟ فالإنسان يتعلم في الفرض العيني من علم الدين ما تصح به طهارته، ما تصح به صلاته، يعرف كيف تصح الصلاة، ما هي فرائض الصلاة، أركانها ونحو ذلك. كذلك أيضا يعرف كيف يصح صيامه، هل لمجرد أن امتنع عن الطعام والشراب فمعناه أنه هكذا صار صائما؟ ما هناك أشياء أخرى قد تفسد الصيام وهو لا يدري. ورب صائم ليس له من صيامه
إلا الجوع والعطش. معنا اتصال. ألو. الو، أيوة، صباح الخير يا مولانا. صباح النور. متوقع مين معاك ولا اقول؟ أكيد مذيعتنا الجميلة الأستاذة شيماء. صباح الخير يا مولانا. افتقدناك. والله انا اللي مفتقداك جدا، يعني بحث في قناة الصحة والجمال عليك بصراحة. بارك الله فيك، الله يحسن إليك. ربنا يحفظك يا مولانا يا رب، الله يبارك في حضرتك منور أستاذة شيماء. الشاشة ومنور الدنيا، وألف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. حبيت بس كده يعني أفرحك بحاجة بسيطة، زي ما حضرتك بتفرح كل الناس. نعم، فرحين. فقلت أبارك لك على الهوا على البرنامج الجديد. يعني ده أحلى مفاجأة. ربنا يخليك يا الله مولانا، يبارك بجد فيك أنا أستاذة مبسوطة شيماء. جدا الله يبارك في ومش حضرتك. عايزة أخذ من وقت البرنامج كتير. فبقول الله لحضرتك يبارك ألف فيك. مليون مبروك، الله يكرمك ويبارك فيك. وبنشكر طبعا أخونا وزميلنا القدير أستاذ محمد الملكي على المجهود الجبار اللي عمله، ما شاء الله، الله يبارك فيه. وبالتوفيق إن شاء الله يا إن شاء مولانا. الله تعالى، يعني إحنا بنقدم التحية والشكر للأستاذة شيماء. أول حاجة يعني اتنزلت لنا عن البرنامج بتاعها. بارك الله فيها، يعني وده من حسن معاملتها وحسن عشرتها، وافتقدناها كثيرا. الله يعطيها سؤلها من خيري الدنيا والآخرة. بارك الله فيك. فنعود إلى ما كنا نتكلم فيه. فالإنسان منا لا بد وأن يتعلم، لأنه لما يتعلم يعرف كما قلنا كيف تصح عبادته، كيف يؤدي العبادة على وجهها الصحيح كما أمر الله تبارك وتعالى. كذلك حتى في البيع والشراء، حتى في البيع والشراء لا بد وأن يعلم كيف يبيع وكيف يشتري، يعرف هل هذه المعاملة تصح أو هذه المعاملة لا تصح. كثير من الناس اليوم ماذا يعملون؟ كثير من الناس يعملون العمل ثم بعد ذلك يسألون عن حكم هذا العمل. يعني يعملون العمل ثم بعد ذلك يسألون عن حكم هذا العمل، هل هذا العمل يصح أو لا يصح؟ ما حكمه؟ لا، ينبغي أولا قبل أن تدخل في أي شيء لا بد وأن تعلم ما أحله الله تعالى وما حرمه. لماذا؟ حتى لا تدخل إلى جوفك حراما وأنت لا تدري. كذلك أيضا من الفرض العيني من علم الدين، هناك بعض الأمور ينبغي تعلمها، يعني بعد أن يعرف أمور العبادات، يعني الأساسيات في أمور العبادات، بعد أن يعرف بعض الأساسيات في أمور المعاملات كالبيع والشراء ونحو ذلك، هناك أمور أخرى متعلقة بالبدن وببعض أعضاء البدن، متعلقة بالبدن كالواجبات القلبية. الواجبات القلبية وما يتعلق بالقلب، هذا القلب، هذا العضو الذي شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أمير الجوارح، وأنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب هناك أمور متعلقة به، هناك أمراض ينبغي معالجتها كما نعالج الأمراض الظاهرية، هناك أمراض باطنة كالحسد والغل والحقد والكراهية ونحو ذلك، هذه أمور ينبغي أن ننظر إليها، وهذه أمراض نفسية ينبغي علينا أن نعمل على معالجتها. كذلك أيضا هناك بعض أمور متعلقة ببعض الجوارح كاليد واللسان والعين والأذن والرجل ونحو ذلك، هذه الجوارح كل جارحة من هذه الجوارح هناك أمور لو عملتها باليد يكون حرام، فينبغي أن تعرف ما هي هذه الأمور. باللسان، بالنظر بالعين، بالاعتقاد بالقلب، بالمشي بالقدمين، هذه الأمور ينبغي على الإنسان أن ينظر إليها وأن ينتبه إليها جيدا حتى يتعلم، فيعلم بعد ذلك ما أحله الله وما حرمه، فيتبين له ذلك كله. لذلك قال، فنعود إلى وصية سيدنا علي، فقال له: الناس ثلاثة. قال: فعالم رباني. فعالم رباني. العالم الرباني قلنا هو الذي يربي الناس على صغار العلم
قبل كباره ومتعلم على سبيل نجاة، يعني يتعلم، يريد النجاة لنفسه، يريد النجاة لنفسه، متعلم على سبيل نجاة. وأما القسم الثالث أعاذنا الله منه، فالواحد منا ينبغي أن يكون إما عالما أو متعلما، ولا يكن الثالثة فيهلك، ولا يكن الثالثة فيهلك. فالقسم الثالث قال: همج الرعاع أتباع كل ناعق، مع كل ريح يميلون، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. لم يستضيئوا بنور العلم، لماذا؟ لأن العلم نور، العلم ينير للإنسان الطريق فيتجنب كل المطبات، كل المصاعب، كل الأشياء التي تعيقه في طريقه، لأن العلم نور والجهل ظلام. قال: لأنهم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، لأن العلم يكون لهم كالحماية، كالحصن الذي يحميهم، الذي يحفظهم من الوقوع في مثل هذه الأشياء. وقال له: العلم خير من المال، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يحرسك، يعني يقيك، يقيك من أي شيء؟ يقيك من نار الآخرة، يقيك من الوقوع في المحرمات. قال: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. قال: والعلم يزكو على العمل. زكاة العلم إخراجه، زكاة العلم أن يعلم، أن تعلمه لغيرك، زكاة العلم إخراجه، زكاة العلم أن يعلم. فأنت إذا تعلمت وعلمت غيرك يزداد علمك، تتجدد لديك المعلومات، يتجدد لديك العلم. والعلم يطلب للعمل، والعلم يطلب للعمل، ليس لممارات الناس، ولكن الإنسان يتعلم ليعمل بما تعلم حتى يكون له حجة ونجاة يوم القيامة. العلم يزكو على العمل، والمال تنقصه النفقة. المال كلما أنفقت منه، كلما صرفت منه، كلما نقص هذا المال، والمال تنقصه النفقة، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء. كم وكم من أناس انشغلوا بجمع المال على الوجه المذموم ونحو ذلك، فانشغلوا بجمع المال وبالتلذذ به ونحو ذلك، ثم انشغلوا بعد ذلك في إنفاق هذا المال، على إرجاع الصحة التي أنفقت في جمع المال، إلى غير ذلك. فأما بالعلم، العلم ينير لك الطريق، العلم يمهد لك الطريق، العلم يكون لك حجة وبرهانا وبيانا. العلم نور والجهل ظلام. فينبغي علينا أيها الأحبة أن نحافظ على هذه المجالس بإذن الله تبارك وتعالى، فهي مجالس الخير والرحمة، مجالس النور والبركة، فهي مجالس الخير والرحمة والبركة، مجالس يحبها الله ورسوله، يحبها الصالحون من عباد الله، مجالس الخيرات. فكونوا معنا بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقات المتتالية، وستجدون فيها ما ينفعكم وما يسركم بإذن الله تبارك وتعالى. ونختم أولا الجزء الأول من الحلقة، ثم نلتقي بكم بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى مع منشدنا الجميل أحمد عاصم، فكونوا معنا وبارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، يعني عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، وقد شرفنا منشدنا الجميل الشيخ أحمد عاصم، فنحب يعني نتشرف بحضرتك وتعرف السادة المشاهدين يعني شوية عن نفسك. أولا شرف لي أنا موجود النهاردة مع حضرتك. بارك الله فيك. أنا اسمي أحمد عاصم، من قرية الخزندار، مدينة بالأس، محافظة الدقهلية. 20 سنة بدرس حاليا في كلية الدعوة الإسلامية. إن شاء الله شيخ أزهر يعني. أيوة إن شاء الله. أهلا وسهلا. طيب يا أبو حميد، يعني أول حاجة نحب نبدأ كده في حاجة الناس بيسمعوني بقى لهم كتير، عايزين يسمعوا بقى، مستنيينك بإذن أنت. الله. بسم الله.
من أين أبدأ الحديث غرام؟ من أين أبدأ الحديث؟ فالشعر يقصر والكلام كلام. من أين أبدأ في مدينة الشعر يوصفه، للشعر يوصفه على الأقلام. هو صاحب الخلق الرفيع تتكسر الأقلام. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. ما شاء الله شيء جميل. أشكرك. شيء يفرح القلب. يا رب. يعني صدق من قال: الله عظم قدر جاه محمد فأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني وما أحسن من قال أيضا: مدح الرسول عبادة وتقرب لله، فاسعوا بالمدائح واطرب. الله. فبمدحه البركات تنزل جمة، وبمدحه مر الحناجر يعزب. الله. يعني شيء جميل. أشكرك. طيب يا شيخ أحمد، يعني أحيانا عارف أن أحيانا بتتعرض لبعض المواقف. صحيح. أنه بعض الناس بتلاقي بعض الناس مثلا يقول لك إيه، انه المديح او الانشاد او انه دام ما وردش في الشرع او كذا، بتتعرض لمواقف مثل هذه ولا؟ هو دايما يعني اي شخص دايما بيبدأ في اي مجال مثلا هو حابه او كده، تلاقي في ناس دايما، تلاقي الشخص اللي بيدعمك وتلاقي الشخص اللي دايما بيحبطك: انت مش هتوصل، انت كذا، انت كذا. ده حقيقي. يعني انا اصلا اول ما بدأت بالامام مسجد، بدأت بالاذان الاول، بالاذان الاول، بعدها بدأت إن أنا أصلي إمام. فكنت بقلد بعض الشيوخ في الصلاة، ففي ناس كتير بدأت إن هي يعني، كان في ناس كويسة مبسوطة كده، وفي ناس قالك لأ أنا عايزين نسمع أحمد عاصم. فمن وقتها يعني الحمد لله بدأت إن خليت لي يعني صوت معين، شخص مثلا لما يسمع حد مثلا بيصلي: اه ده احمد عاصم. جميل. مع التدريب وغيره لازم نسمع كتير، لان السمع الكتير بتاخد من ده ومن ده ومن ده ومن ده، فبيحصل عندك يعني تلوين في النغم. صحيح. فتلاقي ان بقى ليك شخصيه لوحدك، وانت مثلا صحيح. بتنشد وانت بتقرا وهكذا. وبعدين ده يعني شيء عظيم، انه يعني كما تعلم الله سبحانه وتعالى يعني مدح المؤمنين الذين يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وعزروه ونصروه. معنى وعزروه يعني معناه أي عظموه، مدحوه، أثنوا عليه خيرا. يعني بعض الناس قد يقول لك: أنت تغالي في مدح النبي ونحو ذلك. لا، نقول لهم يعني حتى كمان مسألة سواء الإنشاد، هذا ورد في الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم أنه كان معه سيدنا حسان بن ثابت،
لما كان يعني يرد على القوم الكافرين ونحو ذلك، فكان ينشد ويقول النبي يقول اهجهم وروح القدس معك. وحتى سيدنا العباس لما مدح النبي قال له يا رسول الله إني امتدحتك بكلمات، يعني فالنبي لم ينكر عليه ذلك بل قال له قلها لا يفضل الله فاك. فسيدنا العباس توفي كان عنده 88 سنة ولم يسقط له سن ببركة دعاء النبي صح عليه الصلاة صحيح والسلام لما قال له من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق. نعم فكل ذلك حتى كمان لما يعني النبي عليه الصلاة والسلام مر بجوار بني النجار، كل ذلك دليل على أي شيء؟ دليل على جواز مدح النبي عليه الصلاة عليه والسلام سواء الصلاة والسلام فرادى أو فرادى أو جماعة. جماعة ما حصل إنه لما جاء أناس من بلاد الحبشة وكانوا في المسجد يزفنون يرقصون في مسجد النبي عليه الصلاة عليهم والسلام، الصلاة والسلام والنبي كان ينظر إليهم ويستمع ما يقولون، فكانوا يقولون محمد رجل صالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم. كذلك لما كان عنده لما دخل أبو بكر في يوم وكان يوم عيد وجد عنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث، كل ذلك دليل على أي شيء؟ على جواز مدح النبي أيوة دليل عليه على الصلاة جواز والسلام. مدح النبي. ولا يوجد أحد يعني يمدح رسول الله كما مدحه الله، الله يكفيه أن الله قال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. نعم فيا أبو حميد يعني عايزين كده يقولوا إيه أنت حاجة كده يعني تفرح بيها قلوب المشاهدين. كم شاق الدنيا مولده حتى وافاها موعده، كانت في الغيب تناشد حمدا لله تردده، والأفق ضياء يتبسم والملأ الأعلى يترنم لقدوم محمد الأكرم، لقدوم محمد الأكرم. أعظم برسول آواه رب الرحمات ورباه، أعظم برسول آواه رب الرحمات ورباه، بأمين علمه الله لم يرق نبي مرقاه، أكرم من جاد ومن أنعم، أفصح من قال ومن علم، أصدق من كبر أو عظم، أصدق من كبر أو عظم. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني هو محمد رسول الله، محمد تحن إليه القلوب والأفئدة، كيف لا، وكلامه نور ومدخله نور ومخرجه نور، إن سكت علاه الوقار وإن نطق أخذ بالقلوب والبصائر والأبصار. إني عشقت محمدا قرشيا حبا يفوق محبتي أبويا، ماذا أحدث عن جمال محمد، أرني كمثل الهاشمي زكيا. صلى الله عليه عليه وسلم. أفضل الصلاة والسلام. يعني هو رسول الله حبيب رب العالمين، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يعني قد ايه بتحس بال زي ما بيقولوا بالفخر والعزة والشرف وأنت تمدح خير إنسان. حقيقي يعني ما فيش أفضل من إن الشخص ينول شرف ان يمدح سيدنا النبي صلى الله عليه على الصلاه والسلام. سيدنا محمد مفيش اجمل في الكون من كده، صلى الله عليه وسلم، فانك تنول شرف انك تمدح سيدنا النبي. ونفسي بجد حقيقي ان الانشاد الديني يعني يغطي على اي فن، يعني يغطي على اي حاجه اغونا حاليا ما هوش هادف.
انت نعم طقس ده الامور حقيقي، لان هو الهادفة فن روحانيات، صحيح فن يعني الواحد لما بيسمع الانشاد والابتهالات بياخدك عالم تاني، صحيح. ده حقيقي يعني مفيش طيب اجمل مثلا من في كده. شيء في دماغك مثلا ناوي ان شاء الله انك تعمله، او انه ناوي مثلا في شيء معين، مثلا في مثلا واحد بيقول لك مثلا انا بفكر اعمل مثلا اكون فريق عمل، في واحد يقول لا انا ناوي مثلا لوحدي اعمل شيء كذا، فهل في شيء في دماغك ان شاء الله ناوي تعمله وتجهزه؟ هو حاليا يعني انا اول ما بدات ما حاولتش ان انا ابدا خطوه زي ديت غير لما اتدرب. انا حاليا اكيد اتدربت في مدرسه الانشاد الديني تبع الشيخ محمود التوامي، بقينا حاليا بس يعني خلصنا تدريب، بس يعتبر اللي هو ايه الاساسيات، المقامات مثلا والسلم وهكذا، بقينا ان شاء الله الاختبار، وهقدم برضو في دار الاوبرا المصريه. هي الميزة يا شيخ أحمد إنه ما شاء الله يعني إنك كلية دعوة إسلامية صحيح والإنشاد، وده شيء يعني مميز جدا. ليه؟ إنه الإنسان يجمع بين العلم، إنه يكون معلم، وبنفس الوقت يعني يسخر هذه الموهبة وهذا الشيء فيما يخدم العلم وفيما يخدم الأمور الهادفة. يعني لأنه شايفين كمان في حتى في مسائل الإنشاد وغيره، في ناس يعني يجنحون إلى كذا وناس إلى كذا. بس حاليا في منشدين كتير، يعني في ناس كتير جدا بدأت ان هي تتجه للانشاء، يعني في كان في ناس بتغني وبدأت ان هي تتجه صحيح، لأنه للانشاء، في ناس كتير يعني حاليا المنشدين يعني بقوا كثر جدا، صحيح صحيح يعني من وقت حوالي تقريبا 2011، من وقت 2011 من وقت تأسيس نقابة الانشاد الديني وتأسيس مدرسة الإنشاد الديني، وبدأ إن في ناس بتتجه للإنشاد الديني. أنا مثلا هروح أتدرب في مدرسة الإنشاد ديت، أنا بغني بس هروح أتدرب في مدرسة الإنشاد، أتعلم مثلا مقامات وهكذا إن أنا أحسن صوتي. فبيقعد مثلا وسط المنشدين وبينشد وبيمدح سيدنا النبي، فيحب المجال فيقوم سايب مجال الغناء ويتجه جميل، للإنشاد نعم مهم. وهكذا. لذلك مهم الإنسان دائما إنه كلنا نحتاج إلى التوجيه والنصح والإرشاد والتنبيه. يعني حتى كمان زي ما بتعرف إنه أحيانا حتى في المديح ونحو ذلك، يعني نحن نقول الشيء المندرج تحت الشرع، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. حتى معنى يبقى صلينا عالنبي الطه الأمين، سيدنا النبي جد الحسن جد الحسين، من نور جمال النبي شق القمر نصين، ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين، ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين، صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت، مزجش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت، صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت، ما زادش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت، والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان، والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان، يا سر الوجود يا طه أنا جاي وحياتي متى، يا سر الوجود يا طه أنا جاي وحياتي متى، أتعلق بنور النبي وأتعطر بآل البيت، صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت، ما زادش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت. صلى الله عليه وسلم، عليه صلى الله والسلام. عليه وسلم. يعني هو رسول الله حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، محمد من تزين العرش باسمه، محمد
من تشرفت الجنة بدخوله إليها، حتى إن سيدنا آدم عليه السلام في الجنة يكنى بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو رسول الله، هو حبيب الله، أفضل العالمين، أكرم العالمين، أرحم من خلق الله، وسيدنا محمد أفضل وأكرم وأشرف وأزهد وأرأف إنسان خلقه الله، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يكفيه أن الله سبحانه وتعالى يعني أقسم بحياته في القرآن، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي وحياتك يا محمد. فالله يقسم بحياة سيدنا محمد، لأن قلب سيدنا محمد حوى من تعظيم الله ومن خشية الله ما لم يحوه قلب امرئ قط. بس هي في نقطة احنا عايزين ننبه عليها بقى يا أبو حميد، تفضل. اللي هي نستعمل بدل سيدنا نقول سيدنا، لأنه في اللغة ديها كلام شوي، مظبوط، فنخليها سيدنا أحسن، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونظبط اللحن. ولاحظتها برضه مع حضرتك، قمر سيدنا النبي. ايوه صلى الله عليه وسلم، عشان الانسان يثاب حتى لما يعمل العمل يثاب على هذا العمل. صحيح. انه كثير من الناس بتلاقي انه علشان النغم والانشاد وكذا فتلاقيهم لا، فاحنا يعني نطوع هذا الامر، التزام بالقواعد النحويه والالتزام بالله. نعم صحيح، ما شاء الله، يعني شيء يفرح القلب. الإنسان يعني سبحان الله لما يسمع مدح النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني ويسمع يعني يشنف مسامعه، بقلبه بيفرح بمدح النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان بذكر الصالحين تتنزل الرحمات، فكيف بذكر سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. يعني وهنا سبحان الله تذكرت شيء، سبب إنشاء قصيدة البردة اللي ألفها الإمام البصيري، حافظ البصيري، نعم، لما سبب إنشاء هذه القصيدة أنه أصيب بداء، يعني نصفه أصيب يعني بشيء كالشلل، فعياه الأطباء وغيره، فسبحان الله، فقال: أنا أؤلف قصيدة يعني أتوسل بها إلى الله وأستشفع بها بنبيه عليه الصلاة والسلام. فبدأ في القصيدة: من تذكر جيران بذي سلم، إلى الأبيات المعروفة جدا، حتى وصل إلى: فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وتوقف. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فمسح له على جسده فبرئ، ثم قال له: أكمل فقل: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يعني قد أزفنا الوقت على الانتهاء، وإن شاء الله تعالى يعني نلتقي بكم كل يوم أحد إن شاء الله الساعة 10 صباحا من كل يوم أحد، فكونوا معنا في هذه المجالس الطيبة، فكونوا معنا في هذه المجالس الطيبة، ونختم بقى بأنشودة نختم بها هذه الجلسة المباركة إن شاء الله. تجلى مولد الهادي كنور الشمس في الوادي، تجلى مولد الهادي كنور الشمس في الوادي، بشهر ربيع أزاهيري وأورادي، بشهر ربيع ازدانت أزاهيري وأورادي، بسيرته وحضرته، بسيرته وحضرته شدت أوتار